رمضان كريم وحياكم الله. ينكر المدمنين وجود مشكلة عندهم ويترددون بطلب العلاج، ويوفر تدخل أحد المقربين حقيقة فرصة قوية للتغيير قبل أن تتفاقم الأمور. يمكن أن يحفز المدمن كذلك على طلب المساعدة أو قبول البعض من الحالات اللي شفناها وسوينا وياها اللقاء إجت بإرادتها، والبعض الآخر إجا بالقوة من قبل أهاليهم أو المقربين منهم. خلينا نشوف بطل حكايتنا اليوم وشنو قصده. علي من سكنة أبو الشير، وكان سايق تاكسي بسيارة والده والأمور ماشية تمام إلى أن وقع ضحية المخدرات. شاب حلو ومرتب ويعين والده برزقهم، وكان صاحب أحلام ورؤى وطموح، وقرر يبني أسرة ويرتبط حاله حال أي إنسان حالم ومكافح، وبالفعل خطب فتاة أحلامه. علي أيضا عمل بمعمل ألبان حتى يأسس الحياة كريمة وحرة، لكن التعاطي كان حاجز كبير ومعول لتهديم كل أحلامه. أهل خطيبته عرفوا وفسخوا الخطوبة، وأهله عرفوا والمنطقة بعضهم عرف أيضا. يعني مو بس تهدم جسمك واقتصادك، لا، تهدم وجودك الاجتماعي وعلاقاتك الطيبة ويا الناس، تهدم احترامهم إلك. للأسف علي من مواليد 2003، يعني عمره حتى ما كامل 20 سنة، ومثل ما كان جريء بتعاطي المخدرات كان جريء بالتعافي والشفاء، بحيث صديقه كرار كان أيضا متعاطي وجاب والده المستشفى، فعلي قرر يروح وياهم حتى دون أن يعرفون أهله، بحيث من وصل المستشفى ودخل بضمانة والد كرار اتصل بأهله وقال لهم أنا قررت التشافي ودخلت المستشفى. اهلا حبيبي ابو حسين، يرضيك. شلونك؟ وسهلا. انا سالتك قبل التصوير قلت لي اسمي علاوي. نعم. قلت لك علاوي لو علي؟ قلت هو علي يصلح له. علي علاوي نفس الشيء. علاوي من يقول لك علاوي؟ من يصلح لك علاوي؟ والله هذا ابوي. ابوك؟ ايه. وبعد واخوي صالح علي بالشارع. اصدقائك بالشارع؟ اي اصدقائي علوش علاوي هوايه. ايه. زين. والدك عايش ان شاء الله؟ عايش ان شاء الله. يشتغل؟ يشتغل تاكسي، عنده سياره تاكسي. تاكسي. والدتك؟ والدتي ربت بيت. ربت بيت. نعم. كم اخ انت كم اخت عندكم؟ عندي اخ واحد واخت واحده واخت متوفيه. اربعه انتم؟ احنا اربعه. واخت واحده ظليتوا ثلاثه. ايه. نعم. انت مو كبير، اكو اخ اكبر منك؟ لا اكو اكبر مني. اكبر منك؟ اكبر مني. نعم. زين. اخوك انت وين بيا منطقه حبيبي؟ بابو تشير. بابو تشير. بابو تشير. نعم. هم كنت تشتغل علاوي لو ما كنت تشتغل؟ ايش تشتغل بشركه؟ جربت تشتغل؟ نعم بشركه مال الالبان. قبل شركه الالبان هم اشتغلت بشيء؟ اشتغلت تاكسي. تاكسي؟ تاكسي. نعم. تاكسي مال من؟ سيارة والدي. سيارة والدي. نعم. هم انت يعني اشتغلت بداية. حلو حلو. ايه. تفتر بالرصافة والكرخ ببغداد؟ نعم يعني. افتر هنا. طبيعي. ايه. مرات بابو تشير افتر ما اطلع. نعم. تطلع وارد زين عاد؟ لا لا اطلع يومك يعني 30-25. زين. ايه. جيد. وبعدين رحت معمل الالبان؟ نعم. بعدين معمل اشتغلت بمعمل الالبان طير السيارة الاول. وين صار هذا معمل الالبان؟ معمل الالبان دخول بغداد. اي. مالته سيطرة. اي. ايه تعبرها مسافه تمشي. ايه اول ما تلاقيك بنزينخانه. ايه يم السيطره. نعم. يم احنا براحه. براحه. براحه صحيح. زين. يعني اريد احكي وياك اسولف وياك انت. تشتغل سائق تاكسي بسياره والدك بعدين معمل البان. نعم. شو وقت اجينا وطبينا بهذا المعترك السيء؟ المعترك السيء. شو وقت طبينا بهاي النقطه؟ يا والله صار لك ايش قد انت؟ صار لي بالسنه. سنة. نعم. سنة. قبل سنة. قبل سنة. مواليد 2000 وش قد قلت لي؟ 2003. 2003. عمرك 20 سنة. 20 سنة. يعني من عمرك 19 سنة بديت بالتعاطي. بديت بالتعاطي. تعاطي حبوب لو كريستال؟ لا كريستال. ما رحت للحبوب؟ لا ما رحت للحبوب. هبج. انت تدخن ولا لا؟ قبل يعني ادخن سجاير؟ سجاير ادخن عادي. دخن عادي. ادخن عادي. زين. كلهم يدرون بي. اي صحيح. زين. شلون بدينا بهذا الطريق؟
والله الطريق بديت من ولا اصحاب السوق علمونا اصدقاء السوق. نعم زين، قبل اصدقاء السوق علاوة حبيب، نعم خلنا نتمشى نتمشى. قبل اصدقاء السوق انت كانت عندك اكو مشاكل؟ عندك مشاكل عندك يعني شيء؟ يعني مثلا عندك هاي مشكله ضايج من شيء رحت الطريق لو شنو لو مزاج لو شنو؟ لا ضايج يعني قصدي من اجى هو ضايج من والله بنيش تحبها. اكو سالفه بنيه سالفه حب يعني. نعم زين وراحت هاي البنيه؟ اي والله راحت راحت. خلنا نقعد نسولف يلا. في حال انه الاب او الام اكتشفوا ان ابنهم او بنتهم يتعاطون المخدرات، هنا انت اولا حقك تنصدم، حقك تضوج، بس مو حال انه انت تعاقبه، مو حال انه انت تطرده او تضربه، بالعكس هذا الحال راح يخليه ينهزم منك وما يتعالج وممكن ياخذ مواد بشكل اكبر ويتعرف على ناس سيئين اكثر. الافضل والشيء الصحي والسليم انه انت تتقرب من عنده، تفتهم شنو الاسباب اللي خلتها ياخذ هذه المواد المخدره، وبعدها تقنعه بالعلاج وتاخذه للمستشفى. العنف والضرب والاهانه للشخص بمجرد ما تعرف انه هو مدمن ما راح يحل المشكله، بالعكس راح يفاقمها ويكبرها. فحاول انه انت تكبر عقلك شويه وتكون حكيم حتى تقدر تتعامل وياه وتحل المشكله. انا اعتقد انه الاهل بمجرد ما يعرفون ابنهم او بنتهم يتعاطون المخدرات، فكره انه الضرب، فكره الاهانه، فكره انه يتم طرد الشاب او البنت مو حل صائب، بالعكس راح يفاقم المشكله. انا اعتقد انه احتواء هذا الشخص، محاوله فهم هو ليش اخذ التعاطي، ليش تعاطى المخدرات، راح تحل من المشكله هواي. اذا ابو حسين القصه بها حبيبي. حب يعني حبيبي. اي والله. شو كنت بديت بالعلاقه مال الحب؟ العلاقه قبل تقريبا 3 سنين. حلو. كنت يعني صغير شوي. وراحت منك؟ اي والله راحت. زوجت. سالتك زوجت. نعم. هذا طفل هسه. هذا طفل حاليا. يعني متابع اخبار؟ نعم متابع اخبار. والله من بعيد يعني. من بعيد. انت سالتك قبل اللقاء على قلت لك تسمع شيء؟ قلت لي اسمع رعد الناصري. رعد الناصري عنده اغنيه يقول اعرفك مو الي، اعرفك مو الي وما توب مني مو الي، كلش مبتلي كلش مبتلي. فانت كنت مبتلي. اي والله. زين وبعدين صار؟ بعدين هي سمعوا بي اهلها بانه انا كنت اتعاطى وهاي. ها يعني انت كنت اثناء العلاقه تيجي ما متعاطى؟ ما له علاقه بي. ها ايه. ما متعاطي. نعم. شو وقت بدينا بالتعاطي؟ بدينا قبل سنه يعني. شلون؟ يعني ويا ولد جينا انا وياه قاعد تمشى. اي قاعد احطك شغله تخليك زي الحصان تسوي لي هيك. تمشى بالشارع كنتوا؟ ها؟ تمشى بالشارع. نعم. نو خذاني بيت صاحبه. قعدنا بالاستقبال مالتهم. جاء طلعوا لي هواي الكريستال. البايب. بايب. اي. والله حطوا بي كريستال و قال لك عمر تبك ضايج من شغله. كنت ضايج؟ ضايج من شغله. نعم. حط البايب حلقه وانا قبل سحبت عمار. سحبت والله واليوم شو هاي ارتاحت لها. شنو شعرت بيها بوقتها؟ براحه. راحه. راحه نفسيه فول. اي. بعدين؟ بعدين ثاني يوم. هاي مجانيه؟ اي مجانيه بدون فلوس. ثاني يوم الطاني. ثالث يوم الطاني. بعد اسبوع قام ما يعطيني الا بفلوس. نفس هذا صاحبك؟ نفس صاحبي. بيش كان يبيع لك؟ يبيع الاغرام بخمسه. كان اول ما عرفت عليه ببرقه والله اخذته. يا يابا. الاغرام والله هو ب 25 يبيعه. وبيعك اياه ببرقه؟ بيع لي اياه ببرقه. ليش؟ استغلني. اي. زين ماكو غيره يبيعه؟ ما اعرف غيره. بس انت تعرف غيره؟ ما اعرف اي، ما بلتقي. فاول مره اشتريت ببرقه؟ اول مره اشتريت ببرقه، ثاني مره ببرقه. ثالث مرة عرفت ب 25 قلت له مو ب 25 ليش تبيع لي ببرقه؟ زين منين تعرف منين عرفت سعره 25؟ عرفت من جماعته. نعم جماعتك نفسهم اللي هي المجموعة؟ نعم جماعتي.
جماعته هو. نعم. ايه تعرفت عليهم. وبدا يبيع لك ب 25؟ بدا يبيع لك ب 25. انت ايش تشتغل؟ انا ايش اشتغل؟ انت كنت سايق تاكسي وبعدين بالالبان. يعني انت من كنت بالالبان كنت ما تعاطى. ما شو اسمه اتعاطى. تتعاطى. بس بالتاكسي ما تعاطى. زين ايش قد يوميتك كانت بالالبان؟ بالالبان يوميتي 500، شهريتي 500. 500؟ نعم. زين 500 هاي هواي يرد من عندك تاكل؟ هواي طبعا، يعني بالشهر يرد من عندي 750. يعني انت كل يوم 100 غرام؟ يوم يعني غرام مثلا يعطيني هو لو هاي هيك، يعني شلون ميانه بياتنا ويعطيني. نعم. ويعطيني ويعطيني. هم وصلت اكثر من الغرام؟ ها؟ هم وصلت في التعاطي اكثر من الغرام؟ اكثر من الغرام؟ يعني باليوم الواحد اكثر من لا الغرام؟ لا, لا لا يوم واحد لا غرام. لا بالغرام واحد. شو كنت تتعاطى الصبح بالليل؟ تعاطى وحطه وياي شلون الجقاره؟ اها من الصبح لليل. حتى بشغلك؟ حسب شغلي، كل ما اقعد شويه يعني استراحه اروح ادخن. اها. نعم. زين. وبهالاثناء دروا اهل خطيبتك؟ لو حبيبتك هي؟ لا حبيبتي. حبيبتك؟ حبيبي هو حبيبته وخطبتها. خطبتها؟ خطبتها نعم. يعني رحتوا مشايه وكذا؟ مشايه وديت اكثر من مشايه يعني. اها. مشايتين ثلاثه اهلها ما اعطوني اياها بالبدايه. اها. صارت مشاكل وهاي. اها. ايه خذتها. بالبدايه ليش ما اعطوها؟ شكوا على شنو؟ ما اعطاها ابوها عاند وهاي. نعم. ما ادري. بعدين مشيت اكثر من مره؟ بعد مشيت نمرت حتى شو اسمه مال الشيخ العشره وديت لها. وقبلوا؟ قبلها. خطبت؟ خطبت وكملت على حسب الاصول. زين. ايه وبعدين صارت يعني سوء تفاهم وهذا من وراء السمعه صارت. فهم سحبوا نفسهم؟ ايه سحبوا نفسهم طبعا. زين شلون كانت علاقتك بها اثناء الخطوبه وانت تتعاطى؟ ما ابتعدت عنها لو ظليت مستمر وياها؟ ظليت وياها. طبيعي؟ طبيعي. اها. ايه هاي اول تعلوم اللي يعني مو حاط نفسك اللي شبيه. ها. ايه احبها لابني يعني. نعم. ايه. بس انت ذاك اليوم 100 غرام يعني حاط نفسك بيه، شلون ما حاط نفسك بيه؟ يا اذا كل يوم 100 غرام. ايه. حاط نفسك بالقضيه؟ حاط يعني نفسي بيه بس ما مفكر له يعني. ها. ما حاسب له داير له بال يعني هواي. اها. ايه. يعني فلوس وادي. فلوس؟ فلوس وادي اسوي يعني ما. نعم. ما اهتم له، على المخابره يجيني. زين الفلوس اللي عندك انت تقول راتبي 500 وهاي الشغله تكلف 750، منين تجيب الباقي؟ ما اقول لك يعني مثل ما عندي ما عندي على الراتب يعني. ايه اقول له على الراتب وهو يعطيني. يعطيك؟ نعم. بس من هذا الشخص اخذت من عنده لو اخذت من غيره؟ نو بس لا زودت يعني قمت اخذ من كل كم واحد وهاي. قمت تتعرف عليهم؟ ايه اتعرف عليهم. وين تعرفت عليهم؟ عن طريق الفيس؟ عن طريق الواقع؟ لا طريق الواقع مو فيس. بالواقع؟ نعم. بالفيس ما دورت؟ بالفيس لا ما دور لان طريق الواقع انه على المخابر على السيم كارت. على السيم كارت يجيك؟ نعم على السيم كارت المخابر. تلعب العوامل البيئية مثل اعتقادات عائلتك وطريقة تصرفها واختلاطها بمجموعة تشجعها على تعاطي المخدرات دور بتناول المخدرات الأول مرة. ويبدو أنه الإدمان يحدث عندما يغير الاستخدام المتكرر لأحد المخدرات الطريقة اللي يشعر بها دماغك بالبهجة. يسبب إدمان المخدرات حدوث تغييرات فيزيائية ببعض الخلايا العصبية بالدماغ. تستخدم مواد كيميائية تسمى الناقلات العصبية للتواصل. يمكن أن تظل هذه التغييرات لفترة طويلة بعد التوقف عن استخدام المخدرات. شلون قررت تجي هنا للمستشفى حبيبي علاوي؟ والله قررت أنا من أرادتي يعني. يعني أنت جيت وحدك جابوك؟ لا لا أنا جيت يعني ويا أبو صاحبي. أبو صاحبك؟ جيت أبو ابنه وقلت له خاله أنا طبوب ابنه وياك. وأهلي ما يدرون. أهلك ما يدرون؟ أهلي ما يدرون. أها. قلت له طبوب ابنه وياك ويا صاحبي. أبو والله ما كذب يعني حكي لي قال لي تعال شطب. طبوب ابنه وياي طبيت جوا وخابرت لي قلت لهم جيبوا لي أكل وفلوس. زين يعني بطل طبيت بالمستشفى. بطل. زين انت شنو اللي خلاك تقرر تجي للمستشفى يعني؟ انا شنو قرر خلاني؟ اي عمي سمعت ويعني شفت العالم بعد ما يحترمني ما تقدرني. صارت مشاكل سويت مشاكل؟ طبعا يعني مشاكل وكل شيء. العالم ما تقدرني ما تقدرني باي شغله يعني اسيب دراجه اروح اطلب من صاحبي ما يعطيني اياها. اها يقول لي تاخذها تقلبها. صح والله يخاف تقلبها طبعا. وانا ما يعني ما الح عليها ولا هاي لان حلال هذا طبعا. طبعا انا لو من عندها ما سويت هم اعطيه لان هذا يشرب مخدرات مثل ما يقولوا. نعم والله يعني ما يحترمه. ايه فانت شفتها بعد صعبه انه صعبه تسمر. عمي والله صعبه. قلت خلنا اجي اتعالج بالمستشفى العطاء. انت وصديقك؟ انا وصديقي اجينا سويا. والله صار لك كم يوم من اجيت؟ صار لي 9 ايام.
تسعة أيام. نعم. زين ما طول، إحنا بشهر رمضان، هذا شهر خير وبركة وعطاء، يعني هنا من تطلع تخلص إن شاء الله راح تبدي بداية جديدة. والله خلص، يعني بداية جديدة والمعشرة عوفة، وحتى ما أرجع بنفس المنطقة. ها هيك. أكيد هذا لو حدش إعلام قدام الكاميرا تحكي وتقول هيك. أكيد. أكيد والله. بيناتنا هم نطلع إذا تريد نقطعها الكاميرا. حلفة يمين. ها. والله. علي وعلى عافيتي. بعد لا أرجع له. ما ترجع. أبد. وشغلك؟ شغلي؟ إي. أرجع له شغل عادي. ترجع. أرجع له بس بيته هاي، يعني مو ببيت أهلي. مثل بيت عمتي له هاي بالتراث هيك بمكان. ليش؟ ما المعشر. حتى ما تشوفه. ما حيشوفني. أها. ولا أشوف أحد. أها. هيك شيء. إيه. زين. أهلك بهاي الفترة السنة ما حسوا بيك؟ أهل خطيبتك حسوا؟ أهل خطيبتي حسوا وأهلها ما حسوا. شو وقت حسوا أهلك؟ حسوا شو اسمه، هو لما صارت مع خطيبتي. يعني ورا ايش قد؟ ورا ست شهور انت؟ ورا مال خطيبتي قالوا لهم. أهل قالوا لهم؟ قالوا لهم. قصدي ورا كم شهر؟ ورا ست شهور، سبعة، خمسة، ايش قد؟ شهر شهرين تقريباً. شهرين. ثلاث أشهر هيك. ها هيك. نعم. حسوا علي بسرعة يعني. أهلك. أهلي أهلي. زين ايش سووا أهلك وياك؟ ما هسه أهل بنية دروا. فصلت عن خطيبتك. والله اهلي ربطوني بسنسل، ايش اقول لك؟ اها والله صارت بوقت سناسل وهاي، يعني فات لو ما فات؟ شلون؟ لا ما فات. ما فات؟ ما فات ابد. قمت ازيد يعني. شلون ازيد يعني؟ تتغافلهم يعني وتطلع؟ يعني قمت اغافلهم واطلع. ابوي حتى مل من عندي. اخر شيء قلت خليني اتعالج احسن لي. يعني انا هم مليت. نظامك الغذائي شلون؟ اكلك، شربك، نومك؟ الحمد لله الحمد لله. كان بوقت التعاطي. بوقت التعاطي تاكل ايش قد تاكل؟ لا انا اكل تعاطى ما تعاطى اكل. ها اي والله. زين يعني سمعت بعضهم يقول لا انا ادار روحي. زين جيد. وانا سمعت بعضهم يقول لا حتى الاكل قللته. لا ادار روحي انا. تاكل؟ نعم. قصدي يعني مفعوله مو كلش مأثر بجسمك؟ لا مو كلش. يعني شلون مثل ما تقول متطبع علي. يعني اكل ما اكل عادي، انام ما انام، شو وقت ما انام هاي عادي. يعني ما سهرت، نمت؟ انام عادي. ها والله اخذ ما اخذ انام. ايش عجب انت، حاله استثنائيه هاي بعد. اي والله على طبع شلون يقول طبع جسمي. ما هم كلهم اكو بيهم سنتين، واكو بيهم ثمان سنوات، واكو بيهم سبعه وخمسه. يقول ما انام يومين ثلاثه ما انام. لا انا ما عندي، انا اقدر يعني اظل يومين ثلاثه ما انام واقدر انام يعني. لا اخو ادري هسه تقدر بس قصدي انت كنت طبيعه تنام يوميه؟ لا اول ما تعلمت له؟ ايه. لا ما اقدر. ما تنام؟ ما انام ثلاث ايام. ثلاث ايام ما تنام؟ ثلاث ايام يعني. ثلاث ايام ضبط. ما عندك رغبة تنام؟ ما عندي رغبة انام. نعم. زين من جيت هسه كرار صديقك شاف همينه؟ كرار شاف الحمد لله. ما عنده هم رغبة انت باعتبارك تحكي ويا صديقه؟ يعني لو نعرض لكم هسه الموضوع برا ومجاني، خلينا نقول ببلاش، نعرض لك كريستال مجاني ببلاش انت او كرار؟ والله ما اخذه. متأكد؟ انا ما اخذه بس كرار ما ادري يعني. قرار ما تعرف؟ ما ادري. بس تحكي عن نفسك. انا نفسي؟ ايه؟ ما اخذه والله. ابد. هسه لو يعطون كيلوات بلاش ما اخذهم. زين، هم بعت انت اشتريت لو بس؟ لا ما بعت. لا لا بعت ولا اشتريت؟ ولا بعت. اها. ولا جددنا له مال بيع. والله. لو زين. بيع انا من زمان كان رحت بيها. هم كنت بهاي السنه اللي كنت تتعاطى بيها، هم شعرت بخوف في يوم من الايام؟ شعرت بتهيؤات شيء معين؟ مثل ايش؟ احكي لي هلا واحكي لي براحتك. من شربه مثلا هي راحته نص ساعه. نص ساعه؟ نص ساعه راحته. براها عبالك جيش يركض وراك. اها. تشعر جيش يركض وراك. مكافحه ما شنو تخيل لك. ايه. زين شو تسوي انت بهاي الحاله؟ بهاي الحاله؟ اي. انام. حالات الخوف قصدي. احصل روح انام. اها. عمودي يروح معدال الخوف. نعم. زين من طبيت هنا المستشفى شلون استقبلوك؟ والله استقبلوني استقبال حلو. حلو. والله. تاخذ علاج هنا؟ اخذ علاج والحمد لله. كم وجبه تاخذ علاج؟ ثلاث وجبات. ثلاث وجبات؟ اي برا الاكل. قبل الاكل قبل الاكل عفوا. قبل الاكل؟ قبل الاكل. اجوك اهلك زياره؟ اهلي يجون زيارات وكل ساعه يجوني، كل ما اخبرهم يجوني مثلا يجيبوا لي. منو اجاك؟ ابوي والدي وابن عمي واخوي. والدتك؟ والدتي لا ما قدرت تجي مريضه. مريضه؟ اي والله. من فكر تعتذر من والدك والدتك؟ والله اعتذر منهم. والله. يعني قصدي تعتذر من والدتك تبوسها؟ شلون ما اعتذر منهم؟ اموت عليهم والله. اه. والعباس. اي بالنهايه. شو عندي انا بالدنيا غيرهم؟
قصدي انت لانه سببت لهم الم. اي والله سببت لهم مشاكل هواي. مشاكل هواي. مشاكل هم قول لي هم تعاركت برا ويا الناس؟ لا لا ما يعني ما اجيب مشكله للبيت. لا بجي بس بداخل البيت ممكن. بداخل البيت بيناتنا مشاكل عوائل. هنا الاستقبال كان جيد والعلاج جيد. استقبال جيد واشكر المستشفى مال العطاء. مستشفى العطاء ويانا يعني ما قصروا ابد. انت عاده انا اسال ضيوفي دائما اسالهم نعم. اهتماماتكم شنيه هواياتكم؟ اغلبهم ما له علاقه لا بكره قدم لا بشعر لا بكذا. يمكن لانه ملتهي بهاي الشغله بس يعني اهتمام الاغاني احبها يعني بس ايه. وباقي الامور قصدي ما عندك اهتمامات بهاي الاشياء؟ لا ما لي علاقه بها ابد. هم لعبت رياضه بيوم من الايام؟ العب رياضه بس ما لي علاقه بها يعني ما احبها مو كلش. هنا هم مارست رياضه بالمستشفى؟ نعم. اها نعم مارسنا رياضه بنلعب يوميا وهاي قاعد يلعبون قدامك. احنا بشبكه الاعلام العراقيه قناه العراقيه العامه يقدمون درع هديه ويا الافطار. درع اسمه بطل الحكايه. فانت بطلنا والله ونموذج حلو يا حبيبي يا علي. والله تم الحياه قدامك حلوه. عمرك 20 سنه. نعم. يعني روعه الشباب وقمه الشباب هذه. ما اريدك تخسر حياتك ولا اريدك تخسر عائلتك طبعاً. ولا اسرتك ولا تخسر طبعاً. محيطك. اريدك ترجع علاوي الجديد ان شاء الله. علاوي القبل ان شاء الله. شلون كان قبل؟ يلا بعونكم بعون الله يا حبيبي. والله حياتك كانت حلوه علاوي. كانت أكيد. حلوه والله بس هذا بس الكريستال اكيد دمرها. يعني دمرك. أيوة. طبعا 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 ان شاء الله الايام الجايه. الايام الجايه ان شاء الله حلوه. الايام الجايه خلي احنا نحكي ايضا ويا نحكي ويا مشاهدينا نحكي ويا عوائلنا. كل انسان له احلام دائما يقول الايام الجايه احقق هذا الحلم، الايام الجايه احقق هذا الهدف. بعضها يتحقق وبعضها ما يتحقق، لكن بالنهايه اكو سعي. شبابنا الورود علاوي ابو حسين واحد من الشباب الابطال مقرر انه انتهت هذا الموضوع قفل عليه بعد ما يرجع لنهائيا. مقرر يبدا حياه جديده وربما ايضا يبحث عن حبيبه جديده، يبحث عن حياه جديده. يضحك علاوي لان الحياه ما تتوقف يم امراه ولا تتوقف يم محطه من المحطات حبيبي علاوي. فاحنا كلامنا لكل شبابنا الرائعين الجميلين، لا تخلي تجربة فاشلة أو مشكلة معينة تأثر عليك وتروح إنه بتصير خساراتك مضاعفة أكثر من اللازم. أريدك دائما أنت الرابح، فدائما أنت الرابح يا حبيبي. بعد قلبي. إحنا نقوم نتوكل على الفطور متوكل. حبيبي متوكل. يلا يلا حبيبي يلا. أشعر بسعادة كبيرة جدا لأنه دا أحكي عن بطل قدر أن يتخلص من هذه الآفة اللي دخل لها يعني بصعوبة وخرج منها بصعوبة، دخل لها بسهولة وطلع من عندها بصعوبة. يا أخي أنت بطل، أنت رائع، أنت كلش ممتع. ارجع لطريقك الصحيح، ارجع لعائلتك، ارجع لوطنك، ارجع لأصدقائك. هذه آفة العياذ بالله منها اجتنا يعني من برا واستفحلت داخل المجتمع. نخلي ايد بايد حتى نخلص شبابنا من هذه الافه الكبيره. خلي مناشده انا ايضا لكل الناس، لكل مجتمعنا العراقي، انه لا ينظرون لهؤلاء الناس نظره دونيه، بالعكس ذولا اللي تخلصوا من هذه القضيه لازم نعتبرهم احنا ابطال، لانه التخلص من عندها صعب 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 جدا. بارك الله بك يا اخوي والله يعطيك الصحه والعافيه وترجع لعائلتك معزز مكرم. الفنان مازن محمد مصطفى. وجود تاريخ عائلي من الادمان يكثر ادمان المخدرات ببعض العائلات. من الراجح ان تكون زياده احتمالات الاصابه براجعه للجينات. اذا كان احد اقاربك بالولاده مثل احد الوالدين او الاشقاء مدمن فانت اكثر عرضه لادمان المخدرات وغيرها وغيرها هواي.
لكن النقطة المضيئة لما يجي المدمن ويقرر يتعالج مثل ما شفنا بطل حكايتنا اليوم. أودعناكم.